الاي اي دوكمنت جي 202 2013. سنة 2013 بنلاقي في بعض التعريفات كلنا تقريبا عارفينها، وبعد كده بيبدأ يديك الجدول الجميل دوت اللي هو موجود في جدول اكسل، بيقول لك ان انا مثلا عندي التسليمات بتاعتي، ففي الاسكيماتيك ديزاين هسلم مثلا العنصر ده هسلمه 100، هنا مش هسلمه مثلا، هنا هسلم ممكن في التسليمة التانية هسلمه 100، مفيش مشكلة خالص. الفكرة كلها ان احنا بنكون متفقين، ممكن اقول له مثلا العنصر ده انا مش هسلمه نهائي، بس الفكرة كلها اللي اقول له شرط اخر نور العقد شريعة المتعاقدين. فمثلا لو انا قلت له الفساد مثلا مش هسلمه في الاسكيماتيك وهسلمه في الديزاين، او مش هسلمه خالص، خلاص ما دام هو موافق مفيش مشكله. يعني زي ما تلاحظ هنا قال لك انا الاكستيرير وول هسلمها لك 300، تمام، الاكستيرير ويندو انا هسلمها لك 200، فخلاص ما دام هو موافق ما يجيش بعد كده يقول لا انا عايز التسليمه دي كلها مثلا 300 او 400، لا حسب الجدول الموجود دوت، تمام. دي مجرد بس امثله، بيقول لك مثلا الفيكسد فيرنتشر هتبقى مثلا كذا، تبدا تشوف كل العناصر هتسلمها. يبقى انا عندي مثلا في السكيماتيك ديزاين هتسلم مثلا في شهر يناير هسلمه الحاجات ديت، في عناصر ممكن ما تتحطش اصلا في الموديل النهائي، ملهاش اي افاده في الموديل، خلاص ممكن ما نحطهاش حسب الاتفاق بيننا وبين الراجل اللي بيعمل الموديل او المالك او